قادة الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا على ضرورة تكوين جبهة موحدة في مواجهة التهديدات والأعمال العدائية الروسية. وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن القادة الخمسة ناقشوا في قمة لهم عبر الهاتف التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين حاجة البلدين إلى إعادة التفاوض بينهما في إطار ما يعرف بمجموعة نورماندي تحت رعاية فرنسا وألمانيا. كما عبر القادة في ختام قمتهم عن التزامهم بالحفاظ على الأمن والسلم في أوروبا، وأكدوا على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا. ومع تصاعد التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، قام الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي بزيارة إلى جبهة إقليم دونباس، حيث شارك قواته هناك احتفالها بالعيد الوطني للقوات المسلحة الأوكرانية. وأشاد زيلينسكي بالروح القتالية لدى الجيش الأوكراني، معربا عن ثقته بأن الجيش سيواصل الدفاع عن حرية البلاد وسيادتها في وجه المعتدي الروسي على حد تعبيره. في المقابل، أعربت روسيا عن قلقها إزاء احتمال نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى وجود تصريحات غربية، ومنها عن العسكريين البريطانيين، بشأن الاستعداد لإرسال القوات إلى أوكرانيا ليس للتدريب وإنما لخوض القتال. ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا مراسلنا من موسكو محمد حسن. إذن موسكو يعني أوضحت نواياها بأنها لديها رد جاهز في حال بالفعل تقدمت أي قوات غربية على الحدود مع أوكرانيا. نعم صحيح، هذا ما نسمعه من الموقف الروسي والذي سمعناه طوال السنين القادمة، أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو للغرب أن تتخذ إجراءات بنشر قوات أجنبية في أوكرانيا دون أي رد روسي. هذا الموضوع ربما سيكون الموضوع المحوري في اللقاء الذي سيجري اليوم مساء بين الرئيسين بوتين وبايدن عبر تقنية التواصل المرئي. موضوع أوكرانيا بات جدا حساس في العلاقات، ليس فقط بين روسيا والولايات المتحدة وإنما بين روسيا والغرب. في روسيا يقولون أنه هناك تمركز لعدد كبير من القوات الأوكرانية عند الحدود الغربية لدونباس، وقد يكون هذا مقدمة لحل عسكري لهذا الإقليم. بالنسبة لروسيا الحل لا يمكن إلا عبر اتفاقات مينسك ومنح الإقليم منطقة نفوذ ذاتي. الصورة متناظرة بشكل كامل من الطرف الآخر، يرى الغرب بأن روسيا تجمع عدد كبير من القوات العسكرية لكي تحتاج أو ما تسميه تقوم باعتداء على أوكرانيا. وفي الإعلام الغربي اليوم نسمع الكثير وكأن روسيا تعتدي الآن، ونسمع أن لوقف الاعتداء الروسي وكأنها اعتدت. ويجب التذكير هنا بأن روسيا ما زالت في أراضيها، ولكن هذا الحشد العسكري الكبير موجود فعلا، والولايات المتحدة لوحت بأقصى أنواع العقوبات، حتى أن الحديث يجري عن قطع روسيا عن منظومة أسويفت للتبادلات التجارية والاقتصادية والمصرفية، بذلك ينعزل الاقتصاد الروسي كليا عن المنظومة المصرفية العالمية، وهذا سيكون ضربة موجعة فعلا للاقتصاد الروسي وستؤثر على الرأي العام بشكل كبير. هذه التلويحات سمعناها من الإعلام الأمريكي صباح اليوم. من الطرف الروسي طبعا دائما الرد غالبا ما يكون عسكريا، بأن حسب بعض المراقبين قد تنشر روسيا قوات من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في الجيب الأوروبي في منطقة كالينينغراد الموجودة عند الحدود البولونية والألمانية. هذا الرد أيضا سيكون مقلقا أكثر، ولكن لابد من الإشارة إلى أن تصعيدا مشابها لهذا وإن لم يكن بنفس الدرجة حصل الربيع الماضي قبيل قمة بوتين بايدن أيضا في فيينا، وحينها هدأت الأمور. اليوم قد يكون هذا التصعيد أيضا مقدمة لهذا اللقاء لتثبيت المواقف التفاوضية قبل الاتفاق على ملفات قد تكون حول أوكرانيا وقد تكون خارج أوكرانيا، ملفات إقليمية أخرى لا تنتهي بالملف الإيراني أو السوري أو غيرها. محمد حسن من موسكو، شكرا لك.